بسم الله الرحمن الرحيم Oh, yeah.
تدعونا خير الورى نبينا. وخاصة المجتمع الجزائري بالخصوص،
نقصت الإرادة، نقص من العزم، نقص من المبادرة أن يرى غده أحسن من يومه. أين الشباب الجزائري الكثير منهم مضطرب ويرى دائما وأبدا أن الغد أقصى من اليوم، وربما ما يفكرش حتى في الغد. وهذا الأحباب الرسالة المحمدية جت رحمة وملجا وأمان. لولا الأمان ما حملت، يعني كنت لولا أمان حتى في عالم أخرى. لولا الأمان أن الغاد في عالم أخرى، العالم الآخرة، الإنسان الذكرى نتاعه، الصلاة نتاعه، الصيام نتاعه، أي أعماله الدينية والروحية، راهي تزكيه. حتى الغار في عالم الآخرة، عالم البقاء، يعيش يكون دائما الحياة، أي معيشة اللي نعيش بها في الأرض من أهل الشرر كما هو نحن الآن عليه، وإنما نعيش بأكل وشرب آخر رباني روحاني ملكوتي. هذا أملنا، وهذا اللي جات توصي به الرسالة المحمدية. قررت حياة الإنسان، حياة البشر في العالم الدنيوي بالعالم الأخروي عن طريق الأمل. ولذلك تطلب منا أن الإنسان يقرن الحياة نتاعه بالأمل. ولا لماذا المصالحة؟ لماذا المغفرة؟ إذا ما بنيناش هذه الدنيا على الأمل أن الغد لنا ولأبنائنا ولأحفادنا وللأجيال الآتية من بعدنا راه يكون أحسن من اليوم، ونعمل لذلك. إن الأمل دائما يطلب من الإنسان أن يعمل لذلك، خاطرش الأمل بلا عمل هباء منثورا. ولما الأمل يوصل الإنسان، ربما طلع عنده يخدم 8 سوايع يخدم 9، ربما العوض اللي هو يقرا كتاب يقرا زوج يتعلم، ربما اذا كان عنده علم الامل يدفعه شيء يتعلم علم اخر. دائما الزياده، دائما الزياده، الزياده في 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 العلم، وزياده في العمل، وزياده في المعرفه، وزياده في جميع الاوصاف الحامده اللي هي موجوده في الانسان. وعدم الأمل هو اللي يوصل الإنسان للعنف والإكراه والتعدي، خاش ما عندوش أمل. يحكم اليوم، يدي اليوم، يسبي اليوم، لأن الغد ما عندوش، ليس له وجود، ليس له وجود، يرغب إلا في الحاضر مهما كان هذاك الحاضر، كان في المكر، كان في الباطل، كان دائما لم يدرك القناعة. أما الأمل يعطينا القناعة تاع اليوم ويعطينا القناعة تاع الغد. إن الإنسان راه يحرط اليوم يدرس غدا أو يحصل غدا، يغرس اليوم يأكل غدا. هذا هو الأمل. الفلاح اللي هو راه يخدم في الارض عنده امل على ان الفلاحه نتاعه تكون فلاحه مباركه فيها الخير تعطيه النتيجه. ولماذا يفلح؟ ولماذا يغرس؟ لماذا يحرث؟ ثم اهل العلم كذلك، لماذا الانسان يتعلم العلم؟ لماذا الانسان أمل أن تكون الزيادة دائما وأبدا في الفهم والإدراك والحاسة
ما لنا تعلمنا عين اللي هو ما يقنعناش اللي هو ما يخدمناش الغار العين اللي هو يعني يجمد الفكر الإنساني ما يعطيناش الأمان الغرب لا في الدين ولا في الدنيا ولا في جميع الميادين. علماء اليوم في الفلك أو في الهندسة أو راهم يشوفوا الغرب علم الغرب راهم يبنون علم الغرب حتى الإنسان يمشي للمريخ وحتى الإنسان يخرج من الأرض ويكسب الكواكب وإنما عندنا نحن ما هو الأمال الأمال الغرب وحنا عندنا هذا الرحمة المحمدية وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ما هو التجارة تاعنا في هذا الرحمة المحمدية كيفاش رانا نترجموا فيها هل أدلكم على تجارة كما يقول الله سبحانه وتعالى أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم والتجارة تاع الرحمة واش هي تجارة زكي النفس نفس الإنسان واش تزيد به الأمان هذا كل واحد والتفسير نتاعو كل واحد والتفسير نتاعو الرحمة المحمدية جات طافت بجميع المسائل سمى الشيخ العلوي رضي الله عنه دائرة الفضائل والجود دائرة الفضائل والجود خذ ما شئت ولكن كاين هذيك الدائرة الأخرى دائرة السوء ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح واش قال في حقل المنافقين عليهم دائرة السوء هي نفس الدائرة إن كل شيء جاء بالدائرة كل شيء جاء بالتوحيد ما كان حتى حاجة خرجت عن التوحيد وإنما إما تكون هذه الدائرة دائرة السوء إما تكون دائرة الفضائل والجود الاختيار لكل واحد منا وإنما لا مسلم ولا كافر ولا ملحد ولا ما يجبش يخرج من الدائرة الدائرة كل الوجود ولكن الإشارة في هذا الهيكل بتاع الدائرة ما ننساوش الإنسان إذا كان في الدائرة وقبل إذا رانا الآن هنا كدائرة شكون هو الأول منا وشكون هو الأخير منا كاين أول وكاين أخير هو الأول الله نصيبوا كل واحد منا في الدائرة إذا وما تحط صباعك في الدائرة تصيبوا هو الأول وهو الأخير كذا المنطق هو البداية هو النهاية واش يبقى للإنسان هذاك الوسط هذاك القلب هذاك اللب هذه المضغه اللي هي راهي فينا وفي غيرنا المتفق عليها الجميع متفق عليها جميع الانسانيه على ان خلقنا يعني من ماء من نقطه ماء دافئ نقطه خرج منها الانسانيه وجعلنا من لا كل شيء حي والمهر الى الانسان نسميه القدره خرجنا منها وكوننا منها هذه جمعه الانسانيه هذه الدائره هي اللي جمعتنا هي اللي راهي كل واحد منا يسعى الوصول اليها لان الوصول اليها الوصول للاخر تجمع ما بين الضدين عن الشمال وعن اليمين تجمع ما بين الضدين جات في نقطة الوسط جات النقطة المركزية التي إذا أردنا أن المجتمع أن يكون بسلامة ورفق وحرب
وكذلك مساواة وكذلك أقوى وكذلك حقوق للجميع، أن نسعى الوصول إلى النقطة المركزية اللي هي بها نعطي الشيء اللي نجيب وندي الشيء اللي نحتاج. لما يوصلها إلا العميل إلى الصبير، هذاك اللي هو يصبر، هذاك اللي هو يعمل، هذاك الإنسان اللي هو، لأن فيها مشقة، إن الحياة جات مقرونة بالامتحانات. إذا ما ندعوش الأمل منها، نعرفوا على أنها را فيها امتحان، امتحان المرض، امتحان الدنيوي، وجهة المادة، امتحان في عدة امتحانات. وين ما إذا كانت مقرونة بالأمل وعندها توجيه، عندها كعبة، عندها بيت، البيت ما هي؟ هي النقطة المركزية اللي رانا نتوجه لها جميع المسلمين في جميع العالم في صلاتنا، شرق المغرب. كاين اللي راه يصلي في هذا الجهة في الشرق، وحنا رانا نصلوا في هذا يعني جهة الغرب، نصلوا لهذا. وإنما كلنا من مبنى رانا نصلوا لنقطة مركزية عبارة عن الوجود، أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد صمد، واختار لعباده أن يكون الوجود كله والخلقة كلها لها نقطة مركزية، منها تستمد الحياة، منها تستمد الروح، منها تستمد الكمال، منها تستمد الجمال، كما منها تستمد السوء. مسألة إرادة، مسألة عزم، مسألة تقوى، رافينا. أما هذه الدائرة والعياذ بالله تكون علينا دائرة السوء، إننا رانا نفقوا في صلاتنا، نفقوا في صيامنا، نفقوا في أعمالنا، رانا كل شيء هذا مضارات فقط. قلوا السلام من عملوا شيء بالسلام، قلوا بالأخوة من عملوا شيء بالأخوة، وقلوا بالرحمة من عملوا شيء بالرحمة، وأشبه من ذلك، أقوال بلا أفعال. ترجع علينا هذيك اللي كانت نعمة ترجع نعمة. احنا ما عرفناش نتصرف فيها. يا احباب، إلا رانا في دائرة الفضل الوجود، الطلب كل واحد منا أن يسعى في حياته بأمل أن الغد أحسن من اليوم، وأن يعمل ويشارك من يعمل في إصلاح ذات البين، في إصلاح الغار، في بنيان الغار. إن والله أعلم الكتاب، ربما رانا مازال من الناس اللي هما الغافلين، هذا لا شك فيه، مازلنا في غفلة ومازال نؤمنوا في مسائل للناس اللي ربما راهي تضحك علينا بها، مازال نؤمنوا على أن كاين حساب وكاين عقاب وكاين جزاء وكاين 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 نعمة وكاين خير. مازلنا حنا من هذوك اللي هما يؤمنوا في أشياء ربما البعض استطاع أن يرميها للبحر ولا إحنا ما زال متشبطين في هذا المناسك، ما زال متشبطين في هذا التراث الروحي، ما زال يعني عندنا نية وأمال وإيمان وعزم، لا زالت هذه القوى الروحية الربانية تقضي، ولا زالت تتأدب القوات اللي يدعوا بالقوة، تركحهم تجيب ليه شوية تاع الريح وتشد كل شيء في الأرض، ولما فهموش تزيد كذلك في الفتنة. هذه الفتنة العالية اللي دخلت هذه البلاد تحسبوهاش فاتت، ونقولوا رانا تصرحنا يا عباد الله فترة دون عباد. إلا ما سعيناش باش هذه المصالحة تكون في أعمق قلوبنا وتكون في جميع ما يدين، لا السياسية ولا الدينية ولا العقائدية ولا
اقتصاديه يغوص الانسان يتصالح مع الارض، الانسان يتصالح مع المحيط اللي عايش فيه، يتصالح مع الجيران، يتصالح المصالحه راه هي واحد الشيء اللي هو يعيش الانسان باطنيا ويسعى فيه. طاقه تكون في قلب الانسان خاطرش بعد شكون يسامح؟ المصالحه ما تكون الا الانسان اللي هو مظلوم ماشي الدار. ما تسامحش اللي مظلوم هو يسامح وهو اللي المسامحه ترى المظلوم ماشي الظالم. نبقاو نفرزو شكون هو الظالم وشكون هو المظلوم؟ ما نقدروش. اللهم نعمو ونقولوا كلنا ظلمنا انفسنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اني ظلمت نفسي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقولوا انا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا انه لا يغفر الذنوب الا انت، سعديك والخير بيديك والشر ليس يديك. هذا الشيء اللي ندعوه باش ندخلوا الحظ. لا بد عندنا 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 راسي حدا اللي ظلمنا في اي شيء كما ظلمنا في 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 في, في شيء اخر حتى نعموا والرحمه هذه تنزل على الجميع والسكينه هذه نتاع المسامحه والسكينه فانزل الله عليه وسلم فانزل الله سكينته على المؤمنين على رسوله وعلى المؤمنين تكون حقيقه اذا وجدت قلوب صحيه من ذلك ندخلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مصر في الكعبه في مكه المكرمه واش قال لقريش اللي هما ظلموه قتلوه عزلوه نفروا قتلوا ام انتم الضعفاء انتم الضعفاء اي المعامله الله سبحانه وتعالى يقول فان عدم بسم الله الرحمن الرحيم فان طرفتان منهم يقتلوا فاصلحوا بينهما فان باعت احداهما عن اخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع الى امر الله فان فات واش نديروا فاصلحوا اقتلوها لا هذا اي راه عندنا الهيكل عندنا المسائل اللي نبنوا نقدروا نبنوا بها على الشرط ان نكونوا في الدائره وعلى الشرط راه عندنا قبله عندنا مركز رانا متوجهينو ماشي رانا غير كي زايدين ورانا عندنا نيه واراده وعزم عند الغالب في جميع البلاد سياسيا اقتصاديا تجاريا في جميع الميادين ان الغرب تاع الجزائر احسن من اليوم والمشاركه تكون من طرف الجميع. الله يبارك فيكم يا الله يحفظكم ويحفظنا ويحفظ الجميع امتنا ويعطيها العز والخير والنعمه ومبروك عليكم شهر رمضان العبادة والصيام وما ننساوش هذا الشهر رمضان يعني كنت طلبت من الفقراء كل زاوية ماذا بينا نخرج سلكة أو سلكتين هذه كل فقراء راهم أحرار أو كل خرجوا على الشيخ سي الحاج المهدي ذكرى تعودكم إن شاء الله في نوفمبر ماذا بينا شهر رمضان كل زاوية على الأقل تهديلوا سلكة أو سلكتين اللي بترحم عليها من 30 سنه من اللي فقدناه وراه تذكرونا الفقراء على ان هو اللي كان عين هذا الجمع المبروك هنا في مدينه وهران الحمد لله والشكر لله راه لا زالت عامره معموره ونوره بكرمها وجودها وعلمها وصلاتها وذكرها الحمد لله والشكر لله ونشكر كثير الفقراء تاع مدينه وهران لهذه المبادره وهذا هذا الجمعة المبروك اللي جمعونا وكانوا سبب فيه الله يبارك الجميع والله يبارك فيه الشباب وكان سبب شيء الدعاء والسلام عليكم. Allah, 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 All
أن الشايع ربحي ولا مهجات ولم يكن مذكورا في عوادي من أمر أسراري علم الحقيقة لا إله
ولا غائبا
إلا رددته، ولا حاجة في أنفسنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أرحم الفقراء في مشارق الأرض ومغاربها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحب بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب والشهوات ويستغرمان بوجه كريم، وعلى آله وصحبه في كل محل منفس بعدد كل معلوم لك. اللهم احنا ذاكرين وأمنا ذاكرين واحشرنا في ظلمات الذاكرين مع المنعم عليهم من نبيين وصديقين وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك والشوق إلى لقائك يا الجهل والكرام. اللهم احي قلوبنا بنور معرفة اليقين، اللهم ثبتنا بالحب ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب ويوحدها على مرشدها منقذها وهاديها شسد خال وفضل الله وإياذان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر به الإسلام والمسلمين ويعز به الإنسان في مشارق على معرفها، لأنه يدعو إلى السلام ويدعو إلى المحبة ويدعو إلى الوفاق ويدعو إلى الإخاء وإلى الاتحاد وينبذ الشقاق والفرقة والعداوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد قلوبنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك لهذا البلد الأمن واليمن والبركة والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ونحن في هذه المناسبات التي كانت الطريقة العلوية السباقة كانت تدعو دائما إلى الاتحاد وإلى نبذ الشقاق وإلى نبذ العداوة بين أبناء البشر فضلا عن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واليمن والبركة والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ونحن في هذه المناسبات التي كانت الطريقة العلوية السباقة كانت تدعو دائما إلى الاتحاد وإلى نبذ الشقاق وإلى نبذ العداوة بين أبناء البشر فضلا عن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقبس أرواح أهل السلسلة من شيخنا الشيخ الجمالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا على منهجهم وعلى آثارهم مقتدين لا مبدلين ولا مغيرين. جزاهم الله خيرا على ما قدموه للإنسان جمعا وعلى إلينا خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تفتنا ولا تجعلنا في قلوب الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.
وما نسيوش الوصية اللي وصل اللي قالها ناسين الشيخ، وهي كل زاوية باش تخلص السلكة وتنوي على روح الطاهرة نتاع الشيخ سيدي الحاج المهدي. مبروك علينا وعليكم إن شاء الله هذا الجمع المبارك، ورمضان إن شاء الله يكون علينا بالخير والسعادة والهنا والسن والصلح إن شاء الله. لا إله إلا الله.